السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي، إزيكم عاملين إيه؟ ورجعنا لكم في برنامج استفتاء الجمهور مع بابا صنفور عن أنواع الأطفال. بس قبل ما نبدأ البرنامج ما تنسوش اللايك وسبسكرايب كتير وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش أي فيديو جديد إحنا بنعمله. ويلا بينا بابا صنفور، إحنا عايزين نعرف منك أنواع الأطفال عاملين إزاي؟ أول نوع، نوع الطفل اللي بيفكر نفسه سبايدر مان، اللي يقعد ينط من مكان لمكان ومامته تجري وراه وفي آخر اليوم تقول أهياني من العيال أهياني. طب ونعمل إيه مع النوع ده يا بابا صنفور؟ ولا حاجة، ده قدرها، هتقعد تنط وراه من مكان لمكان. طب وايه النوع التاني يا بابا صنفور؟ النوع اللي بيتكلم كتير ومبيراعيش كبير ولا صغير، وبيتكلم على الفاضي والمليان وبأي بتنجان. طب وده حبة أسبرين في آخر اليوم. إيه هو النوع الثالث يا بابا صنفور؟ اللي قاعد على التليفون طول اليوم ويشوف أي حاجة على اليوتيوب وعايز يقلدها بدون تفكير. طب ونعمل إيه مع النوع ده يا بابا صنفور؟ مش هتعرفي تعملي معاه حاجة، انتي تقعدي وتدعي ربنا انه ما يعملش اي مصيبة، واذا عدى النهار تقعدي وتشكري ربنا. وايه هو النوع الرابع يا بابا صنفور؟ النوع اللي يشوف كل حاجة ويشبط فيها ويقعد يعيط يعيط، عايز الحاجة ولو قلت له لأ يوريك الويل. طب نعمل ايه مع النوع ده يا بابا صنفور؟ تسايسيه هتكسبيه. بس كده يا بابا صنفور؟ ايوه بس كده. ايه هو النوع الخامس يا بابا صنفور؟ النوع العنيد، صاحب الرد الوتيد وعايز الحاجة بدماغه. طب ونعمل ايه؟ تكسري له دماغه وعناد بعناد. وايه هو النوع الاخير يا بابا صنفور؟ النوع النكد، اللي يقعد يزن 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 طول اليوم ويقعد يعيط يعيط. طب وده نعمل ايه معاه يا بابا صنفور؟ حله بسيط، تفرجيه على العالم اللي مش شايفه، ساعتها هيبطل عياط وينشغل فيه. وانتي كنتي من اي نوع؟ انا كنت سبايدر مان. ربنا يعين مامتك. مع السلامة يا بابا صنفور، هتوحشنا لغاية الحلقة الجاية. وانت كمان يا سجدة هتوحشيني، ما تتأخريش عليا. ماشي يا بابا صنفور. وبكده يا اصحابي انتهت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب كتير وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو جديد احنا بنعمله. ويلا سلام.